وأما الصلاة في الطائرة فإذا كان الطيران مدته طويلة ولا تهبط الطائرة إلا بعد خروج الوقت، فإن كانت هذه الصلاة يمكن جمعها مع ما بعدها جمع تأخير كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنك تنوي التأخير، فإذا نزلت في المطار تصلي الصلاتين جمع تأخير إذا أمكن هذا. إذا كان الطيران مدته طويلة يأخذ 14 ساعة أو أكثر، حينئذ تصلي على حسب حالك، تصلي على حسب حالك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تصلي إلى القبلة، تسأل عن جهة القبلة تصلي، سواء صليت قائما إن كنت تستطيع القيام أو تصلي جالسا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تترك الصلاة، تصلي على حسب حالك.